إذن الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، حكمهم إيه بقى؟ أولئك هم الخاسرون، خاسرون في اللي قلناه أولا في الصفقة التجارية. إذن فالحياة إيه؟ صفقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الحياة الميزان، الدنيا كسوق قام ثم انفض، يربح فيه من ربح ويخسر فيه من خسر. يربح فيه من ربح ويخسر فيه من ايه؟ من خسر. يبقى ما دامت المسألة كده، يبقى إذن اللي عايز يبقى مش خاسر يتخلى عن مظاهر الفسق الثلاثة: لا ينقض عهد الله بعد ميثاقه، ولا يقطع ما أمر الله به، ولا يفسد في الأرض. وكل إنسان له ولاية في الأرض، كل واحد منا له ولاية. اللي انت ظنه كده انه ماليش شغله برضه له ولايه، وله له ولايه على الاوضه بتاعته، يدخلوا له الحته دي يعملوها كده البتاع، كله ولايه ضروري، كل واحد منا ولايه. ولذلك انظر الى قول الرسول حين يوزع الولايات على خلق الله المكلفين، يقول ايه؟ كلكم. كلمه كل دي سور لا يخرج منه فرد مكلف، كل. وانا بخطبكم، شوف كلكم في خطاب ولا لا؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وبعدين قعد يوزع الامام والمراه والرجل والخادم ومش عارف ايه كل واحد. اذن فكل مؤمن له ايه؟ له ولايه. يبقى ان كنت عايز تأدي الولايه بتاعتك حق، ما تفسدش في مجال ولايتك، شوف الصالح ايه في مجال الايه؟ ولايتك على نفسك، ولايتك على اهلك، ولايتك على المقربين، كل واحد منا له ولايه. والحق والرسول صلى الله عليه وسلم ياتي لها بسور كل، كلكم، وبسور الخطاب. فكل من يتاتى ان يسمع هذا الخطاب يبقى له ولايه. وما دام كل واحد له ولايه تبقى مسؤوليته على قدر هذه الولايه. طيب دي في حرية اختياراتي لولاياتي، واللي ما عندوش حرية اختيار لأن يبقى له ولاية كذا، يبقى ما هي من ولاية من يولي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي يحذر الوالي الأعلى، يقول: لا يشم ريح الجنة من ولى أحدا عملا وفي الناس خير منه. دي في توزيع الايه؟ الولاية العامة. اللي يولي واحد عمل وفي الناس من هو خير منه لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ لأنه حيفسد في الأرض ما دام في خير أحسن منه. إيه اللي خلاك تعدل عن ده إلى ده؟ سلطات زمنية. نقول له: لا، حق الله أولى بأن إيه؟ بأن يتبع. وإعطي لكل واحد الولاية اللي ينفع فيها، ثم اجعل أنت من نفسك عينا ترقب كل واحد على ولايته يحسن فيها أو لا إيه؟ أو لا يحسن. حين يوجد ذلك يبقى لا يوجد فساد في الأرض، وحين لا يوجد فساد في الأرض وينضم إليها الأشياء اللي هي متقدمة، يوجد صلاح الكون وصلاح الأرض وصلاح الإنسان معاً.